المجلس اللي جاي ده يكون مجموعه من الكوماندوز ما يفكروش في حاجه خالص الا انهم يصلحوا هذا المكان على قدر الامكان، ويعرفوا كويس ان هم يعني هيتجلدوا من الجميع. من الجميع احنا ممكن ما نشوفش كابتن تامر عبد الحميد في مجلس اداره الزمالك. والله انت سالتني السؤال ده بره الهوا وانا قلت لك الاجابه اللي بره الهوا هقولها لك جوه الهوا. انا كلامي واحد بالمناسبه، انا عايش اليوم بيوم، بكره ده انا سايبه لربنا سبحانه وتعالى. كل شيء وارد، كل شيء مطروح، لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لي الامر في قضاء الحاجه في الحته ديت يبقى انا مكلف بحاجه زي كده. ربنا سبحانه وتعالى لم يوسر لي الامر في حاجه زي كده يبقى ده مش تكليفك ومش مهمتك، ليك مهمه ايه اخرى لغايه ما معاد كل واحد فينا يجي يسلم وتنتهي اختباره. يعني انا في حاجه من يعني من بدايه من ساعه ما ابتدينا لازم نسالها وفي ناس بتسال عليها برضه، ليه بتتلاشى تقول اسمه؟ بتلاشى اقول الجواب عشان بعد الهوا ما تقولش انت بتهرس عليا. لا خالص لا 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 خالص لا 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 خالص، عشان يعني الناس اي اسئله عندهم في دماغهم لازم ترد عليها وانت عودتهم على صح. يعني بتلاشى اقول اسمه. في بعض الحاجات احتراما لغيبته لانه مش قدامي، فيعني في اوقات كتير كده بتبقى احتراما لايه لغيبته. خلي بالك برضو انا في يعني في خلافاتي عندي خطوط حمراء كتير، واخد بالك؟ يعني لغايه العرض ماليش دعوه بيه، لغايه الشرف ماليش دعوه بيه، لغايه الحاجات الشخصيه ماليش دعوه، المرض ماليش دعوه بيه، الموت ماليش دعوه بيه، الحاجات دي كلها. انا بختلف في حاجه واحده بس، شغل وعمل عام بس، مفيش اي نوع من انواع الخلافات الثانيه بتجرجره حتى يعني نهائي. ما فكرش تكلمه كابتن؟ يعني بكلمه انا قلت لك كلمته والله بهزر معاه وبتاع. لا قصدي بعد الاقاله او التجنيد زي ما بيقولوا وبعد انباء مرض، اخشى ان هو يفسرها ان دي شماته. وانا عندي في الحته ديت يعني محدد جامد جدا، اللي هي ايه؟ لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك. فتخلي بالك، خلي بالك، لأن ممكن تتجرجر في الحتة دي. راجع كده، أي حاجة حصلت له عمري ما طلعت عقبت. يعني مجلس النواب كنت الوحيد اللي منفرد بالأرقام الحقيقية، وطلع طبعا مجموعة من الرجالة بتوع حبايبك وهجموا وشتموا وعملوا ولعنوا ودخلوا في معارك كده على السوشيال ميديا، وانت كذاب وانت مش عارف ايه ومكتسح ومش مكتسح ومش عارف ايه. يا باشا عادي يا باشا. يا باشا عادي يا باشا. انا عارف والله، واخد بالك؟ فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا رسول الله. لا 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 خلاص، خلصت الموضوع، خلاص انتهت بالنسبه لي. الملف بالنسبه لي بيبقى انتهى يعني. بالعكس ده لو في لا قدر الله ولا يعني لا قدر الله مرض، انت هتلاقيني اول واحد واقف. لا قدر الله موت، هتلاقيني اول واحد واقف. يعني ما فيش الكلام ده كله. الناس اللي كانت حواليه تخلوا عنه وكلهم مين معاه؟ وانا قلت له هذا الكلام وبعت له هذا الكلام وقلتها له في فيديوهات كتير جدا، قلت له خلي بالك. الكلام كله على اليوتيوب عشان تبقوا عارفين، يعني ما بمسحش ولا فيديو، ما بمسحش كلمه قلتها، ما فيش حلقه عملتها ومسحت منها حرف او مسحت حلقه من يوم ما ابتديت لغايه النهارده من فضل الله سبحانه وتعالى، اما بنعمه ربك فحدث. قلتها له كتير، قلت له خلي بالك ان اللي حواليك منتفعين، قلت له خلي بالك ان اللي حواليك بيضللوك، قلت له خلي بالك ان اللي حواليك لما بيقولوا لك حاضر وطيب ونعم على كل حاجه مش بيفيدوك، قلت له خلي بالك ان اللي حواليك اول ما هتمشي اللي جاي بعديك هيتعامل معاه زي اللي انت بتتعامل معاه دلوقتي. يعني نقدر نقول ان فتره مبتدا مطلوب لحظه واحده، قلت له خلي بالك من كل ده، قلت
قلت له خلي بالك من كل ده، وهم اول ناس هياكلوا مع اللي هيجي من ايه من بعدك وهيتخلوا عنك. قلت له انا بقول لك لوجه الله، لان انا اعلم جيدا ان انت تنصح واحد وتقول له الصح في لوجه الله، واللي معاك ده تقول له يعني ايه يعني ويكون في دوافع ايه اخرى. وخلي بالكم من حاجه بقى، هو مش مشي، واللجنه اللي موجوده من 29/11 لغايه النهارده داخلين في حوالي 4 شهور أو 5 شهور، صح ولا مش صح؟ وبرضه انا بره نادي الزمالك ما اشتغلتش، صح؟ يبقى اذا انا كنت صادق مع الناس اللي ما كنتش عاوز حاجه، ولا ما كنتش صادق؟ يبقى كنا صادقين اهو، ان احنا ما كناش واقفين علشان نعوز ايه حاجه، او ما كناش واقفين علشان بنصفي حسابات ايه. لا زي ما احنا الحمد لله رب العالمين، زي ايه زي ما احنا، لا في حاجه زياده ولا في حاجه ايه ناقصه بفضل الله سبحانه. قال الزمالك كده انت الحاجه الوحيده اللي تقريبا اتفقت فيها مع مرتضى منصور كان قرار رحيل كارتيرون في الاول. طبعا طبعا، وهو شال لي الموقف دوت وطلع على قناه نادي الزمالك مره واثنين وثلاثه وقال لي صراحه قدام مصر كلها، قدام مصر كلها لو قدمت لي خطوه، انت قدمت لي خطوه تانيه وانا بقدم لك قدامها 500، انت عملت موقف كويس وانا بقول لك بقدم لك 500، انا باجي ناحيتك 500 خطوه، وتعالى اهلا وسهلا بيك في ناديك، واهلا وسهلا بيك في بيتك، واهلا وسهلا بيك في قناتك. وده تعليمات للي شغالين في القناه، اتصلوا بيه في مداخله، اتصلوا بيه هاتوه، اتصلوا بيه يطلع، اتصلوا بيه اتصلوا بيه اتصلوا بيه، وهو حتى راجل بعيد ليها. وانا يعني ما استجبتش، انا كان الموقف لان انا هو اتصرف فيه كويس جدا جدا، واتظلم في كارتيرون في الملف ده، وكارتيرون باعه وباع نادي الزمالك في الملف ده من اجل حفنه ايه دولارات، وانا كنت عارف ان كارتيرون هيمشي، وقلت له عشان تبقوا عارفين يعني من قبلها عشان تبقوا فاهمين برضو تمام. والراجل اشتغل في الملف ده 10/10، لان انا كنت بنادي بالاستقرار الفني، وهو عمله مع كارتيرون وجدد له ما قصرش، فما كانش عنده خطا. فلما جه الضرب من الناحيه الثانيه، لا اصل انا مش ضده، انا مش ضد مرتضى منصور، انا كنت ضد بعض السياسات له في الزمالك، انما دي حاجه بيعملها كويس، يبقى حرام عليا ان انا اشوف الصح وما اوقفش معاه فيها، تمام ولا مش تمام؟ بس هتقول لي بقى ليه ما روحتش؟ لا ايوه، هنا بقى الايه، هنا الايه الكلام، ليه ما روحتش وطلعت وعملت في القناه وبتاع مش عارف ايه؟ لا، لما كانت تبقى قناه الزمالك نبقى نطلع، لما تبقى قناه نادي الزمالك نبقى ايه نطلع، ولما الناس اللي تشتغل بدون تعليمات لا. اعلام مصريين، اعلام مصريين، القناه ليست قناه نادي الزمالك، القناه تحمل لوجو نادي الزمالك، تحمل شعار نادي الزمالك، القناه ليست ملكا نادي الزمالك، القناه ملكا لاعلام المصريين، اعلام مصريين لو هيقفل بكره مش هتعرف تعمل قناه، لا عندك موافقتك الامنيه ولا عندك، ودي من ضمن الحاجات اللي كانت برضه مضايقاني جدا